باشمهندس احنا ناقصنا قد ايه؟ إن شاء الله نص ساعة. تمام. كنا آخر عنصر وصلنا يا شباب اللي هو الاستراك، وقلنا إننا عملنا المين سيستم صح؟ عايزين نربط المين سيستم مع بعضه، فبنربطه باسترات. مهم جدا بالنسبة لي تبقى مركز كويس إن الاسترات ده مكانه فين؟ بص العمود أهو، الاسترات بين العمدان وبعضها. ثالث عنصر يا شباب مهم جدا بقى عايزين نركز فيه كويس جدا اللي هو شايف انت حضرتك يا باشمهندس عملت المين سيستم الاولاني ده صح، وبعدين عملت المين سيستم الثاني وعملت الثالث والرابع وهكذا، مظبوط كده حضرتك يا باشمهندس؟ عايزين نغطي المنشأ ده من فوق كده بصاج، يعني احنا عايزين لما نيجي نغطي المنشأ ده نقفله كده بصاج يعني. فسيادتك لما تيجي تبص المسافه بين الكاميرا دي والكاميرا دي يا شباب بتبقى كام؟ بتبقى في حدود 6 متر، 5 متر، 7 متر ولا حاجه. طيب لو سيادتك الصاج ده يا شباب، الواح الصاج دي بتبقى عباره عن الواح معرجه كده، اكيد كلكم شفتوها يعني، اللي هو الصاج اللي بيتغطى بيه بره ده، ده بتبقى حاجات رفيعه جدا، بيبقى عامل زي الورقه كده يا باشمهندس، بيبقى دخانته تقريبا نص مللي، تخيل نص مللي، تمام؟ يعني زي السن بتاع القلم اللي معاك كده. فحضرتك الصاج ده بيبقى يعني بيحصل له يا باشمهندس ان هو ما ينفعش يتحط في المسافه الكبيره، ده هيقع. فانت حضرتك بتضطر تيجي تعمل ايه بقى؟ تقوم مركب على الكاميرات دي كده كاميرات في الاتجاه الثاني اللي هي باللون الاصفر اللي انت شايفها، اللي هي السيهات اللي انت مركبها دي. بص كده متركبه ازاي كمان عشان الموضوع يبقى سهل معاك. بص هتلاقي يا باشمهندس ان انت عندك ادي الرافتر اهي، بص دي الرافتر الاولى ودي الرافتر الثانيه، تقوم جايب عليهم كاميرا ثانيه كده، بس الكاميرا دي بنسميها ايه؟ بيرلين. تقوم مركب ما بين الرافتر والرافتر كاميرا كده اسمها بيرلين، البيرلين دي اهي. نبدا نحط بيرلين هنا وتتربط في الرافتر بايه؟ الرافتر دي اهي، في زاويه كده صغيره اللي هي باللون الاخضر اللي قدامك ده، الرافتر دي يا شباب بتبقى ملحومه، انا اسف الانجل دي بتبقى ملحومه في الرافتر، وتقوم مربوطه هنا بمسامير، هي مربوطه هنا بمسامير وتتلحم في الرافتر. عشان نربط مين؟ عشان نربط البيرلين في الرافتر اهو. طب البيرلين دي بنعمل واحده؟ لا، ده احنا بنشوف بيرلين اثنين ثلاثه اربعه، بنبدا نحط بيرلين كده بحيث ان المسافات ما بين البيرلين وبعضها تبقى من متر ونص ل 2 متر. طيب دي بس كده يا باشمهندس؟ قال لك لا. قال لك طيب هنا كمان على الميل ده كده عملنا رفاتر كده، وعلى الميل الثانيه نعمل رفاتر في الاتجاه الثاني ده كده يا باشمهندس. طيب يبقى انت يا باشمهندس بنبدا نستخدم البرلين، هي كاميرات بيتم، هي كاميرات ايه؟ طوليه، بيتم كاميرات ثانويه طوليه بيتم تثبيتها على الرافتر. ليه؟ علشان تحط عليها الصاج بتاع السقف يا باشمهندس. بص كده بعد ما بنحط البرلين اهي اللي هي الكاميرات الصفراء دي كده، تعالى بقى نبص للمنشأ من تحت كده يا باشمهندس، هتلاقي الكلام اللي انا قلت لك هنا كده، هتلاقي بص ادي الصاج بقى اهو، بص ادي الكاميرا اهي، الصاج متركب فوقيها كده يا باشمهندس، يعني بص دي الكاميرا اهي اللي هي باللون الاصفر ده يا شباب، خلاص؟ يبقى انت عندك يا باشمهندس اللي هي الكاميرات اللي باللون الاصفر دي كده يا باشمهندس، اللي هي متركب عليها الصاج بتاعك اهي. يبقى انا هنا انا بس كاشف لك نص المنشأ كده يا باشمهندس، انا هنا عامل كاشف نص المنشأ عشان تبقى انت متخيل ده زي ده طبعا، بس انا هنا شايل الصاج على النص ده عشان تبقى انت شايف المكونات بتاعت المنشأ. هنا كده نبدا نحط البرلين، فوق البرلين بيبقى فيه صاج. طيب نفس الكلام ده يا شباب، بص الجنب، ما احنا لو انت بصيت لهانجر تشييد كده روح بص عليها تلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه سور تحت، تلاقي نفس الشكل ده بالظبط، في سور تحت كده وبعد كده في صاج فوق السور ده. الصاج ده يا باشمهندس محطوط على ايه؟ الصاج ده على العمدان مباشره؟ لا، بص كده بقى يا باشا هتلاقي ان انت عندك الاعمده موجوده اهي، ما بين الاعمده في استرافات ربطها ببعضها على العمود من بره. ركز ركز، يبقى الاستراب جوه فين؟ العمدان جوه في مكان تاني خالص على العمود من بره، على الفلانجه من بره بيبقى موجود كمر تاني اسمه ثانوي طولي اسمه سايد جيرت. يبقى الكاميرا دي اهي، الله انت مش لسه قايلين اسمها بيرلين؟ اه البيرلين ده حضرتك اللي متثبته على الرافتر من فوق اللي هنحط عليها الصاج بتاع السقف. طيب ايه هي بقى السايد جيرت؟ كاميرات زي البيرلين بالظبط. بص الكاميرات دي بيبقى قطعها سي سيكشن او ممكن تبقى زد سيكشن عادي، يعني ممكن تبقى سي كده او ممكن يبقى القطاعات بتاعتها يا باشمهندس زد سيكشن. اهي ممكن تبقى زد كده يا شباب اهي، يعني ممكن يبقى الكاميرا دي قطعها سي بالشكل اللي انت شايفه ده يا شباب، او ممكن يبقى قطعها زد كده، خلاص تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس نفس الكلام، يبقى على الكاميرات اللي على الجنب نيجي بقى على الاعمده،
ونبدا نثبت العمليه دي كمرات زي ما حضرتك شايفها بالشكل ده كده، كمرات ثانويه طوليه اسمها ايه بقى يا باشمهندس؟ دي اسمها سايد جيرز. الكمرات دي بتتثبت على مين؟ على الاعمده. منين؟ من بره. ملهاش علاقه بالاستيراد؟ لا ملهاش علاقه بالاستيراد. دي ميزه يا باشمهندس. انت قدامك دلوقتي شوف الموديل انت بعينك شايف اهو. قبل كده كان الموضوع صعب جدا انك تفضل تتخيل بقى يعني ده فين وده فين والاستيراد فين والسايد جيرز فين والكلام ده. خلاص؟ طيب السايد جيرز برضو دي كمرات ثانويه طوليه بيتم تثبيتها على اعمده ليه؟ عشان يا باشمهندس نحط عليها الصاج بتاع السقف. الصاج انا اسف بتاع الجنب. ماشي؟ عشان نركب عليها الصاج الاجنبي. حضرتك هي الكاميرات دي يا باشمهندس هتبقى بكامل ارتفاع العمود، يعني انت سيادتك بتبدا تبدا من اول العمود من هنا تحط وتكمل لحد الارض؟ قال لك لا، ده هي بس يتحط لحد المنطقه اللي بيبقى متركب فيها الصاج بس يا باشمهندس. لحد المنطقه اللي بيبقى فيها الصاج، المنطقه اللي بيبقى فيها الطوب اللي تحت ما بنحتاجش فيها طبعا سايد جيرس يا شباب. يعني المنطقه اللي بيبقى فيها الطوب اللي تحت ده كده يا باشمهندس حضرتك بيبقى فيه طوب تحت هنا كده اهو، فسيادتك مش محتاج في المنطقه دي سايد جيرس صح؟ انت بس محتاج في المنطقه اللي فوق ديت بس اللي فيها الصاج هي السايد جيرس. طيب نيجي بعد كده يا شباب عايزين نعمل ايه بقى؟ نفس الكلام يا باشمهندس. بص بقى بعد ما حضرتك غطيت المنشا من فوق، ده اسمه سطح المنشا، غطيته بالصاج وشفت ازاي احنا نقدر نغطيه بالصاج. جيت كمان سيادتك على الجنب هنا بنبدا يا باشمهندس، طب انت حضرتك السور ده بيبقى كام يعني؟ السور ده يا شباب بنبدا تعمل سور كده حوالين المنشا بيبقى في حدود من 2 ل 3 متر، وبعد كده الباقي من العمود او الباقي من المنشا بتاعك بتبدا تكمله صاج يا باشمهندس. يبقى انت في هنا سور وتبدا تكمل الباقي الصاج بالشكل ده. السور ده بيبقى في حدود 2 3 متر 4 متر عادي يعني، خلاص؟ حسب يعني طبيعه المنشا اللي انت بتعمله. بعد كده يا شباب باقي عندك بس ناحيه واحده بس يعني ما اتقفلتش، اللي هي ايه؟ المنشا بتاعك بقى من قدام ومن ورا، من هنا يعني ايه؟ واجهه المنشا، بدايه ونهايه المنشا. اصل المنشا ده اللي فوق ده اسمه السقف، انما ده كده اسمه جنب المنشا، الناحيه الثانيه الجنب، دي اسمها واجهه المنشا او بدايه ونهايه المنشا، خلاص؟ بص يا باشمهندس، عند حضرتك دلوقتي دي مثلا بدايه المنشا، هو الكلام ده احنا غطيناه ازاي؟ عملناه ازاي كده؟ تعال نبص الناحيه الثانيه وانت هتفهم اهو. حضرتك يا باشمهندس عايز تبدا تعمل تغطيه لوجهه المنشا، فانت بتغطيه باستخدام ايه؟ باستخدام حاجه يا باشمهندس اسمها الاند جيرت، وفي عندك هنا اعمده ثانيه اسمها اند جيبل. الاول يا شباب الاول احنا كان عندنا ايه؟ عشان ركز معايا في النقطه دي. كان الاول المين سيستم ده معمول بالشكل ده، ولو سمحت ركز في النقطه دي. بص كان بيبقى في عمود هنا وفي عمود هنا صح كده؟ وهنا في عمود مظبوط كده؟ وبعد كده في رافتر صح؟ باشمهندس انت قلت لنا الكلام ده مظبوط، امال ايه اللي جاب العمودين دول؟ انت ما قلتناش ان في اعمده هنا، ايوه صح. لما تيجي ندخل المنشا من جوه كده يا باشمهندس من هنا، هو هنا يا باشمهندس المنشا لما نيجي نبص له من جوه كده هل في اعمده جوه هنا؟ لا مفيش اعمده جوه المنشا، يعني من جوه بيبقى الاعمده بس موجوده بره، هنا مفيش جوه مفيش اعمده. بس انت بتيجي حضرتك تضطر في البدايه والنهايه تقوم لازم تعمل عمودين كده، بص كده في بدايه المنشا ونهايه المنشا كده على حرف الارض من بره تعمل عمودين. ليه؟ ايوه يا باشمهندس عشان حضرتك محتاج تعمل صاج هنا، تركب صاج تغطي بيه المنشا من البدايه، تقفل المنشا كده. طيب حضرتك يا باشمهندس هتيجي تبني السور هنا قصاد السور وعايز تحط الصاج هنا، عشان تحط صاج يبقى لازم تعمل له كمرات تشيله، عشان تيجي تعمل كمرة من الاول للاخر هنا هيبقى الاسبان بتاعها ده كبير جدا يا باشمهندس مش هينفع. يبقى حضرتك بتبقى مضطر انك تعمل عمودين كده في النص او ثلاثه على حسب الاسبان، كل ما الاسبان ده بيزيد. الاعمده دي يا شباب اسمها ايه؟ اسمها اند جيبل. الاند جيبل ده اعمده بيتم وضعها في البدايه ونهايه المنشا. الاعمده دي ايه؟ سطحها بيبقى اي بيم يا باشمهندس عادي خالص، يعني ده بيبقى عباره عن عمود اي بيم. اهو يا باشمهندس ده بيبقى عباره عن عمود اي بيم بالشكل ده، اهو قطاعه اي بيم بالشكل ده، عمود يا باشمهندس بس تبقى
مهندس معلش يا شباب، بس اللاب بس بيهنج شوية. هنكمل يا شباب. يبقى احنا عندنا يا باشمهندس هنا كنا وقفنا عند عمود اللي هو الاند جيبل ده يا باشمهندس. الاند جيبل ده بيبقى عمود قطاعه اي بيم. خلاص بنعمله ليه يا باشمهندس؟ بنعمله بس في الاول وفي الاخر هنا يا باشمهندس، في بدايه مع اول مين سيستم واخر مين سيستم، مع اول مين سيستم واخر مين سيستم. مهم جدا جدا يا شباب لو سمحت تبقى انت مركز ان هو العمود ده ما بيتكررش مع كل مين سيستم. كل سنه بنفضل نقول اهو بمنتهى البساطه، اهو الكلام سهل دلوقتي اهو، وبتيجي يا باشمهندس تلاقي بعد كده الناس مش واخده بالها ان هو العمود ده يا باشمهندس موجود مع اول مين سيستم واخر مين سيستم بس. اكيد مش هيتحط جوه يعني احنا ما بنحطوش مع، ما بيتكررش يعني، لا هو بيتحط بس في البدايه والنهايه، لكن هو ما بيتكررش مع كل مين سيستم. تمام. طب ايه وظيفه الاند جيبل ده يا باشمهندس؟ الاند جيبل ده بيتركب عليه حاجه اسمها اند جيرت. طب تاني كده يا باشمهندس اللي فوق دي اسمها ايه؟ اسمها بيرلين. بيتركب عليها ايه؟ الصاج بتاع السقف. اللي على الجنب اللي على الاعمده دي اسمها ايه يا باشمهندس؟ اسمها سايد جيرت. بتتركب على الاعمده، بيتركب عليها صاج الجنب. امال ايه الصفره الثانيه دي يا باشمهندس؟ اسمها اند جيرت. ركز دي اللي في الواجهه يعني، اسمها اند جيرت. دي بيتركب عليها ايه يا باشمهندس؟ لو سمحت بيتركب عليها صاج الوجه. يبقى الاند جيرز دي يا باشمهندس بيتركب عليها ايه؟ بيتركب عليها الصاج بتاع الوجه اللي هو الصاج ده. طيب هي الاند جيرز دي يا باشمهندس متركبه على ايه او متثبته على ايه؟ متثبته على الاند جيبل. الاند جيبل ده اللي هو ايه؟ عمود الواجهه اللي هو بيتحط في الاول وفي الاخر بس. طيب هو الاند جيبل ده، ركز لو سمحت يا باشمهندس، هو العمود ده ضربه ايه؟ ضرب العمود يا باشمهندس يعني البعد الكبير بتاعه في اتجاه النون، فانهي اتجاه؟ بص كده العمود الاند جيبل ده، او العمود ده انا اسف، العمود المين سيستم ده، عمود المين سيستم ضرب العمود ده كده. طب لو سمحت ضرب الاند جيبل يبقى ازاي؟ عكسه. يبقى الاند جيبل يبقى بكره هتلاقيني بشرح لك في السكشن النقطه دي وانت لازم تبقى فاهم. بص كده الاند جيبل بيتحط ازاي؟ ضرب الاند جيبل بيبقى كده في اتجاه كده لجوه المنشا. بص كده الثاني المين سيستم، عمود المين سيستم محطوط ازاي؟ عمود الاند جيبل محطوط ازاي؟ تمام. طيب يبقى انت عندك الصاج بيتركب على الاند جيرت، الاند جيرت بتتركب على الاند جيبل. تمام يا باشمهندس. طيب بعد كده يا شباب في عندك اخر حاجه هنتكلم فيها من ضمن مكونات المنشا. انت دلوقتي لما اجي اوريك بقى ايه منشا زي ده، بص كده ادي الهانجر كامل اهو، ده كده الهانجر كامل يا باشمهندس، ادي الهانجر بتاعك. الهانجر كل حاجه دلوقتي انا عايزك بقى انت تتخيل كده هو الصاج ده تحته ايه لو سمحت. بص كده ده الهانجر كامل كده، ده بيبقى صاج كده، ده سقف المنشا. انا عارف ان السقف ده متشال على الصاج ده، تحت منه حاجه اسمها بيرلين، كمرات. البيرلين دي يا باشمهندس متشاله على رفاتر، صح؟ اجي ابص بعد كده هنا اسمي ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجنب بتاع المنشا. طب هو جنب المنشا ده عباره عن ايه؟ بيبقى فيه سور كده الاول 3 4 متر حوالين المنشا، وبكمل بقى الارتفاع ده ايه؟ بكمل باقي الارتفاع ده صاج. هو الصاج ده بيتثبت على ايه؟ بيتثبت على حاجه اسمها سايد جيرز، اللي هي بيبقى متثبته على الاعمده. امال من قدام كده ومن ورا احنا قفلنا المنشا ازاي؟ اه نفس الكلام. هو السور ده بيبقى ايه؟ بيبقى داير ما يدور. يعني ايه؟ يعني السور ده بيبقى ماشي مع المنشا كله كده لافف، بس الحته دي بنقفلها ازاي؟ بصاج. الصاج ده متثبت على ايه؟ على حاجه اسمها اند جيرز. هي الاند جيرز دي تحت متثبته على مين؟ على حاجه اسمها اند جيبل. طيب قبل يا باشمهندس بس ما نعدي نقطه مهمه لو سمحت في الاند جيبل، انا دلوقتي قلت لك اهو ان الاند جيبل ده
ضربه عكس اتجاه عمود المين سيستم. عمود المين سيستم يعني ده العمود الاساسي بتاعك اهو اللي شايل ضربه كده. المين الاند جيبل ده مش شايل احمال راسيه، ده ضربه في الاتجاه التاني. باشمهندس هو اي عمود لما نيجي نقول عمود فاحنا بنقول ان العمود يبقى شايل، يعني انا لو قلت لك ده عمود ودي كاميرا، هو العمود بيشيل الكاميرا ولا الكاميرا اللي بتشيل العمود؟ العمود اللي بيشيل الكاميرا صح؟ طيب افهم بقى، خلي بالك يا باشمهندس بقى من النقطه الاجابه دي وركز فيها لانك هتسال في الشفوي، 50% منكم هيتسالوا في السؤال ده في الشفوي. هيجي يقول لك الدكتور في الامتحان هيسالك يا باشمهندس، يقول لك هو الاند جيبل اللي عندك ده يا باشمهندس شايل الرافتر صح؟ اه. هيقول لك هو بيشيل نورمال فورس؟ هتقول له اه بيشيل، ما انت هتقول ان ده عمود. لا خلي بالك يا باشمهندس، العمود اللي احنا عملناه اللي هو الاند جيبل عمود الواجهه ده اللي هو العمود ده مش بيشيل نورمال فورس، هو مش شايل الرافتر. يعني العمود اللي حضرتك شايفه ده ما بيشيلش الرافتر يا باشمهندس. لا امال هو بيعمل ايه يا باشمهندس؟ ده عمود بيتثبت، يتعمل له قاعده ارض كده يا شباب وبيتثبت، ومن فوق من هنا يا باشمهندس ما ينفعش نسيبه حر، فنقوم احنا مثبتين العمود من فوق في الرافتر عن طريق تثبيت معين بحيث ان الرافتر دي ما تتكاش على العمود، يعني ما تديلوش نورمال فورس. ده العمود هو اللي بيدي للرافتر حمله، وهنشوف دلوقتي ازاي. يعني العمود بينقل حمله للرافتر مش العكس، ودي يمكن اول حاله انت في حياتك دلوقتي في هندسه تعرف ان في عمود عندك اهو يا باشمهندس. العمود ده هو اصلا مش عمود يا شباب، هو احنا بنسميه بس اند جيب والعمود الواجهه، لكن تبقى انت واخد بالك ان العمود ده اصلا مش عمود بدوره اللي هو ما بيشيلش نورمال فورس. امال هو بيعمل ايه يا باشمهندس؟ بص كده حتى هتلاحظ، انا احاول قدر الامكان ان انا اجيبها لك، يعني بص كده هتلاقي ان العمود ده يا باشمهندس بص هنا دي الرافتر اهي يا شباب، بص كده للوصله بتاعته مع الرافتر وحاول تركز، شايف الرافتر دي اهي، ادي الرافتر وادي الاند جيبل. بص كده هو هي الرافتر مش عليه، مش راكبه على العمود. امال راكبه على ايه؟ بص كده الوصله اللي بينهم معموله ازاي يا باشمهندس، اهي الوصله اللي ما بينهم في بليت كده ملحوم في الرافتر ومربوط في العمود بمسامير. لا والاهم خلي بالك هو المسمار ده معمول له حاجه اسمها سلوت يا شباب. عارف يعني ايه سلوت؟ سلوت ده يا باشمهندس يعني لما تيجي الرافتر تحمل على العمود ده فيبدا يحصل ان المسمار ده يتحرك تحت وفوق بحيث ان الرافتر مستحيل تدي حمل نورمال للعمود. العمود ده ما بيتصممش على نورمال فورس. لا طيب باشمهندس انت كده قلت لنا يبقى الاند جيبل المعلومه اللي انا عايزك توصل لها. في فرق ما بين الشرح ولما اوصل واقول لك معلومه، معلومه تبقى عارف ان الاند جيبل عكس ضربه عكس ضرب العمود الاساسي. معلومه اثنين، الاند جيبل ده مش عمود ما بيشيلش نورمال فورس، لا ما بياخدش حمل من الرافتر، ده بيدي الرافتر حمل. تمام. طيب تعالى يا باشمهندس بقى نفهم حاجه اخيره. هو لو انت عندك هانجر زي اللي قدامك ده، والهانجر ده يا باشمهندس جه يتعرض للرياح صح؟ خلي بالك يا باشمهندس بالمناسبه لسه من شويه كده في بدايه شرحي كنت قلت لك ان المنشآت اللي هي المعدنيه دي ما بتتأثرش باحمال الزلازل لان وزنها خفيف، بس هي بتتأثر جامد جدا يا باشمهندس باحمال الرياح، يعني الرياح بيبقى ليها تأثير عالي جدا عليها عشان وزن خفيف، اكيد الرياح بيبقى تأثيرها اعلى على المنشآت اللي وزنها خفيف. طيب احنا عايزين نركز دلوقتي، الرياح ممكن تخبط في المنشأ ده من ناحيتين يا باشمهندس صح؟ اه ممكن تيجي كده صح؟ ده اتجاه، او ممكن تيجي كده، ده اتجاه تاني، يبقى الرياح ممكن تيجي كده وممكن تيجي كده. طب ايه رأي حضرتك تعالى الاول نشوف الرياح لو جت تخبط في المنشأ كده يا باشمهندس هيبقى تأثيرها ايه، ولو جت تخبط كده هيبقى تأثيرها ايه. تعالى نشوف يا شباب كده لو الرياح جاية الاول في الاتجاه ده، اول حاجه لما تيجي الرياح هنا خلي بالك يا باشمهندس الاول في قاعده كده اكيد كلنا عارفينها، ان اي حمل نهايته فين؟ نهايه اي حمل يا شباب هنا كده يروح للاساسات، ومن الاساسات يروح للتربه، وبعد كده شكرا خلاص. فخلي بالك يا باشمهندس ان اي حمل في المنشا بتاعك سواء كان حمل راسي سواء كان حمل افقي، اي حمل يا باشمهندس نهايته ان هو يروح للفاونديشن. طيب تعال نشوف لو الرياح جايه كده ازاي نمشيها بحيث اننا نوصلها للاساسات. هي هتيجي هنا تخبط في الحيطه مفيش مشكله، لو خبطت في الحيطه عادي سهله. هي مشكلتها لما تيجي تخبط في الصاج اللي هنا ده، مين اللي هيشيله؟ اه هتخبط في الصاج، بعد كده الصاج ينقل حمله لمين؟ صح ينقل حمله يا باشمهندس للي هو متشال عليه اللي هو صح الاند السايد جيرت مظبوط. طب السايد جيرت هتجيبها على مين يا باشمهندس؟ صح هتجيبها على الحمل. طيب يا باشمهندس اعمل
لو محمد جاب لك سنه كنا تحت جناحك. بعد كده يا باشمهندس الاعمده دي، يبقى انت الرياح لما تيجي تخبط في الجنب في صاج صح؟ خبطت في الصاج اتنقلت للسايد جيرس، من السايد جيرس اتنقلت للاعمده، من الاعمده هيوصلها على طول لمين؟ للفاونديشن صح؟ طيب امال لو الرياح جت تخبط هنا كده بقى مش في الاتجاه ده، احنا نقول دلوقتي بقى يا باشمهندس لو الرياح خبطت في على الواجهه، يبقى احنا قلنا الاتجاه الاول لو الرياح جت في جنب المنشا تروح للصاج، تروح للسايد جيرس، تروح للاعمده اللي هي لاعمده المين سيستم، وبعد كده تروح للفاونديشن. طيب ايه رايك لو الرياح بقى جت خبطت في الواجهه، واجهه المنشا، تعمل ايه؟ حاول بقى تفكر انت. ها اسيبك دقيقه برضو تفكر، لو الرياح جايه كده، ها حد يعرف مسار الرياح تمشي ازاي؟ انا اعرف مسار الرياح تمشي ازاي، هتخبط في الصاج اللي هنا صح، تتنقل بعده لمين؟ مظبوط للاند جيرتس بقى المره دي صح. طب الاند جيرتس تنقل حملها لمين؟ واصحى اصحى لو انت نايم دلوقتي، الاند جيرتس دي تنقل حملها لمين؟ صح للاند جيبل مظبوط، والاند جيبل دي ينقل حمله لمين؟ مظبوط اند جيبل ده بينقل حمله في نقطتين بقى يا باشمهندس، بيدي حمله هنا للفاونديشن، وبيدي حمل كمان يا باشمهندس من فوق من هنا كده ده لمين؟ للرافتر. مش انا من شويه بقول لك ان الاند جيبل ما بيشيلش الرافتر، ده الرافتر هي اللي شايلاه، مش شايلاه بمعنى ان هي واخداه نورمال، لا ده هي اللي هو بيشيلها حمل. فيقوم يا باشمهندس لما يجي الحمل يخبط في الصاج، الصاج يخبط في السايد الاند جيرس، الاند جيرس تخبط في الاند جيبل يشيلها الاند جيبل، الاند جيبل ده بيدي الحمل للفاونديشن وللرافتر هنا، يقوم خابط في الرافتر دي صح. طيب بعد كده يا باشمهندس الرافتر دي يا باشمهندس يتعمل لها نظام مهم جدا، لو انت ركزت دلوقتي معايا في النقطه دي هتفهم. بص كده شايف الاند جيبل ده مكانه فين لو سمحت؟ طيب تعالى اما ندخل جوه هنا كده يا باشمهندس نشوف حاجه جميله جدا. بص لي كده الاند جيبل فين؟ اهو هو في حاجه معموله هنا صح؟ ركز بس كده، ده الاند جيبل اهو. طيب بص كده ده اند جيبل اهو صح؟ فوق ايه هنا؟ في سيستم كده مظبوط؟ بص كده يبقى الاند جيبل ده متصل بالرافتر صح يا باشمهندس؟ الاند جيبل ده متصل بالرافتر، جه حمل الرياح خبط في الصاج، خبط في الصاج في الاند جيبل، خبط في الاند جيبل، الاند جيبل ده عايز يزق الرافتر لجوه صح؟ يقوم احنا عاملين نظام تاني اسمه البريسنج سيستم. طيب هو ايه بريسنج سيستم ده يا باشمهندس؟ احنا دلوقتي مش عارفين يعني ايه البريسنج. شايف يا باشمهندس الاكسات اللي معموله دي، المقصات اللي معموله دي؟ باشمهندسين انتوا درستوا تشييد صح؟ درسنا تشييد في ثانيه مدني مظبوط، اخذنا حاجه اسمها شدات خشبيه مظبوط، عرفنا فيها حاجه اسمها النهايز. صح، هي النهايز دي كنت بتعملها ليه؟ بتعملها عشان حاجه اسمها الاحمال الافقيه او الاحمال الجانبيه مظبوط. احنا عندنا في الحديد في حاجه اسمها نهايز بنسميها احنا بريسنج سيستم. البريسنج دي اللي هي ايه يا باشمهندس لو سمحت؟ اهي بص شايف الاكس دي كده؟ شايف الاكس دي؟ شايف الفي دي والاكس اللي تحت دي؟ كل دي حاجات اسمها بريسنج سيستم. طب ايه وظيفتها يا عم الحاج؟ ايه وظيفه ليه بتعملها اصلا؟ كان لسه قايل لك ان الرياح لو جت، مش احنا قلنا ان في اتجاهين للرياح؟ في اتجاه الرياح تخبط في الجنب، دي مش عايزه بريسنج. ليه؟ اصل هي خبطت في الصاج، الصاج نقلها للسايد جيرس، اتنقلت للاعمده، اتنقلت للفاونديشن على طول. هي مشكلتي في الرياح نهين، مشكلتي في الرياح اللي جايه على الواجهه دي، دي مشكله كبيره. ليه؟ اصل الرياح لما جت خبطت في الصاج، خبطت في الاند جير صح؟ خبطت في الاند جيبل، الاند جيبل عايز يزق الايه؟ المين سيستم الاولاني ده كده، عايز يزقه كده يوقعه. طيب ايه رايك يا باشمهندس؟ يقوم احنا عاملين له ايه بقى؟ نقوم احنا جايين عاملين حاجه اسمها البريسنج سيستم زي اللي حضرتك شايفها دي اهي. نيجي بقى يا باشمهندس كده عند الاند جيبل اهو، ونقوم جايين رابطين الرافتر دي كده بنظام تاني اسمه البريسنج، اللي هي الكروسات اللي حضرتك شايفها دي اهي. دي بتبقى عباره عن ايه البريسنج؟ بتبقى عباره عن انجل. تقوم يا باشمهندس البريسنج اللي فوق دي اسمها هوريزونتال ويند بريس، دي كده اسمها هوريزونتال. تقوم الهورزونتال ويند بريسنج واخده الحمل من الاند جيبل وتنقله هنا لمين؟ للفيرتيكال ويند بريسنج اللي هي بيبقى مكانها بين الاعمده. بص في اكسات ثانيه بين الاعمده، يبقى في اكسات بين الرفات دي اسمها هورزونتال ويند بريس، وفي اكسات بين الاعمده دي اسمها فيهات او اكسات عادي، يعني ممكن تعملها في كده او تعملها اكس كده
خلاص هنعرف امتى نعملها فيو وامتى نعملها اكس. المهم ان الاكسات دي كده الكروسات اللي بين الرافتر دي اسمها هوريزونتال ويند بريس، وفي عندك كروسات ما بين الاعمده دي اسمها فيرتيكال ويند بريسنج اللي بين الاعمده. طيب ايه وظيفه الهوريزونتال؟ الهوريزونتال دي بتنقل حمل الرياح من الاند جيبل للفيرتيكال ويند بريس. طب الفيرتيكال ويند بريسنج دي ايه وظيفتها؟ بتنقل حمل الرياح من الهوريزونتال ويند بريسنج تنقله وتنزله تحت هنا لمين؟ للركائز بتاعه حضرتك اللي تحت دي. اخيرا يا باشمهندس بيبقى في عندك الصاج اللي احنا بنستخدمه عشان نغطي بيه المنشا ده اسمه كوريجيتد شيت. الكوريجيتد شيت ده يا باشمهندس بيبقى تخاناته من نص مللي 0.5 الى 0.7 مللي متر، يعني من 5 الى 7 مللي متر. بعد كده يا شباب في عندك حاجه اسمها الكراون. الكراون ده اللي هو ايه يا باشمهندس؟ بمنتهى البساطه ان انت بيبقى في عندك لما نيجي نعمل الصاج يا باشمهندس بيبقى في عندك ميلين مختلفين. فلما يبقى في عندك ميلين مختلفين زي كده يا باشمهندس، بص كده لو انت جبت الصاج بتاع الميل ده والصاج بتاع الميل ده بيبقى في حته مفتوحه في النص كده، سيادتك عايز تقفل الجزئين دول مع بعض هتسيبها فاضيه كده مش هينفع، هيحصل ان لما يحصل مطر هيبدا يسقط منها وهيبقى دي حته مفتوحه مش هينفع. فتقوم انت مقفل الصاج ده مع الصاج ده باستخدام حاجه اسمها الكراون اللي انت شايفه ده. الكراون ده عباره عن شكل كده بنستخدمه عشان نقفل الصاج عند مناطق تغيير الميول. في كمان يا باشمهندس حضرتك قلنا ان انت الصاج بتاعك، بص خلي بالك برضو اصل في ناس بتطلع برضو يعني يشتغلوا الاخر مثلا يطلعوا من الكليه خالص ويجي واحد يساله سؤال هايف جدا بره يقول له يا ابني هو انت لما بتيجي تعمل هانجر هو تعريكه الصاج دي بتعملها ازاي؟ يعني يقوم راسم له كده الميل ويقول له هو التعريج يعني انت بتخلي تعريكه الصاج المقصود بقى الخطوط دي كده. واحد يقول له انا هعملها كده، يعني انت تخيل بقى ان يطلع مهندس مدني يقول له الخطوط دي تبقى ماشيه كده. طبعا ايه؟ يعني واحد طبعا ده ما ينفعش يبقى اصلا مهندس خالص. يا ابني ده هي الخطوط دي لازم تبقى كده، ليه؟ عشان الميه المطر لما ينزل يمشي كده، الميه تمشي كده كده كده، صح؟ طيب الميه لما بتمشي كده بتيجي تتجمع هنا في حاجه اسمها ايه؟ مجرى، المجرى دي احنا بنسميها الرين جتر. الرين جتر ده اللي هي بتبقى عباره عن مجرى تجميع الامطار هنا كده يا باشمهندس. ده كده يا شباب بالنسبه لمكونات المنشا بتاعك تقريبا كلها. في بعد كده يا باشمهندس عندك المذكره هنا اهي كامله طبعا فيها بقى شرح كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه ده بالتفصيل واكتر من اللي انا اتكلمت فيه كمان يا باشمهندس. في كمان عندنا هنا ده كده كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه. ان شاء الله بكره يا شباب باذن الله